وهنا أيها الأخوة أهمية إعذار الناس. اعذروا أيها الأخوة أصحاب الأعذار، إن لم تعرف له عذرا فقل لعله له عذرا لا أعلمه، وقل قالوا الناس أعذر الناس للناس. التمس المحامل للإنسان. بعض الناس الآن لا أقول إنهم لا يعذرون الناس، يتحدثون عن أعمال القلوب، وما لك وما القلب يا أخي الكريم. إذا جاءك شخص وأعطاك عذرا، من كما قال عمر، ورد عن عمر، من خدعنا بالله انخدعنا له. فإعذار الناس والتماس العذر للناس من صفة الكرام العقلاء الشجعان. انظر هذا الرجل يعطي العهود والمواثيق فيعذره الله جل وعلا بفضله وكرمه ورحمته، وهو يعطيه العهود ألا يسأل غيرها، ومع ذلك يعذره الله جل وعلا. فالإنسان إذا جاءه أو وقع خطأ أو مصيبة يسأل، لعل لهذا الرجل عذر، لعل له سبب. فلنوسع باب العذر، خاصة يا أخوان مع أهلكم. بعض الناس ما يتحمل أخطاء أبنائه، ما يتحمل أخطاء زوجته، الزوجة ما تتحمل أخطاء الزوج، الأب لا ينبغي هذا. يجب نوسع باب العذر بضوابط، وليس من انفلات. فهكذا الحديث يعطينا هذا الدرس العظيم في بيان إعذار الناس، والله أعلم.